قبل أكثر من 10 سنوات ناسا اكتشفت، أو الاكتشاف هذا عبارة عن افتراضية، ما كان هذا الاكتشاف موثق، كوكب. وطبعا علماء ناسا بدأوا يلقون اعتقاداتهم على هذا الكوكب، أنه الحجمية مالته، تأثيرات الكهرومغناطيسية، قربه عن الأرض وما إلى ذلك. المراصد قدرت أن تكتشف حركة كوكب، لكن الحقيقة لم يؤكد كوكب نبيعه للأمانة، لم تؤكده ناسا نهائيا. احنا بين فترة وفترة ناسا تطلع شيء وترجع، إما تسحب يعني مقولتها، أو بمعنى صح الناس تأخذ يعني تأخذ بعض الأمور البسيطة من أو فكرة بسيطة من اكتشاف معين وبعده مو موجود، لكن تحاول أن تكبر من عنده، لأنه من خلال وكالة ناسا الفضائية. فكوكب نبيورو هو كوكب ما مقربين نهائيا، يعني عبارة عن كوكب افتراضي غير موجود.